مرحبا بكم نجوم منى، عندي في الدار وفي لاتولي ديالي. انا امينه غاتوسي، فنانه تشكيليه. بديت هادشي وكنت نبغيه من الصغر ديالي، بحكم عندي خوالي كلهم في لا اون جينيرال، يعني التمثيل، لاغ بلاستيك، كلشي تو سكيل كونسير لاغ اكسكيزي موا. اي بحكم الصغر ديالي كان تيعجبني تو سكي زربيه رسمها، تو سكي طرز ليوغوز لافي، بحكم كنا صغار ما كناش نخرجوا للزنقه نلعبوا. دونك كانت عندنا بنت عمي ملكه، هي اللي كانت تعلمنا الطرز ليوغوز لافي بحال هوايه في الدار، بحال وقت ثالث اللي تنتعلموا فيه. من بعد داكشي تيكبر في الداخل ديالنا. انا ما كملتش الدراسه ديالي، حبست في الليسي في الخامسه ثانوي، ما كملتهاش، ما قريتهاش كاع تقريبا، لانني كنت نبغي لاغ بزاف. الوالد الله يرحمه كان بغاني نكمل الدراسه ديالي، المهم ما كملتش. من بعد تزوجت، عندي وليداتي، كنت ربات بيت، ما كنتش نشتغل على برا، مي دائما كان عندي واحد لوبجيكتيف، واحد الهدف في عقلي، انني واحد النهار خصني ندير شي حاجه اللي تتخص شي حاجه الفن. تنكتب اغاني، تنكتب شويه ديال الزجل، تنكتب قصص صغيره، تنكتب خواطر بالعربيه كلاسيكيه، وترسم، تعجبني الرسم، تلقى ذاتي، تلقى مينا، حيت تنقيس الالوان، حيت تنقيس الصباغه، تنصبغ بزاف بصباعي بيديا، تلقى راحتي في الصباغه، نقدر نصبغ حتى 8 سوايع نون ستوب، تنكون مرتاحه. احنا الاصل ديالنا العونات، الوالد جا في 57 للرباط، تزادينا هنا، احنا السته ديال الخوت، ثلاثه البنات وثلاثه الاولاد، والام ديالي توفى الوالد وبقينا احنا والام ديالي. وكل واحد خدا اتجاه ديالو، ديال الدراسه، ديال اي واحد بغى شي حاجه في حياته دارها. بحكم ما كنا تنمشيو للباديه كنا تنمشيو، تيدينا با الله يرحمه، تنشوفوا الناس ديال الباديه فين تنمشيو، اللي تيصبغوا الصوفه قدامي، اللي تيغزلوا بالمغزل الصوفه، اللي تيصبغوا هذيك من اللي تيديروا داك المغزل، كنت تنجلس نتفرج في المغزل وكيفاش تيديروا لها، ومن بعد تيطيبوا الماء والصباغه بودغ بحال داكشي اللي عند الهنود، تيصبغوا تيطبخوا هذيك الصباغه وتيخشيو فيها هذاك الرولو ديال داك المغزل ديال الصوفه ديال الحولي اللي تدار تما، ومن بعد تيوقفوا المنجج هو داك العود اللي تتنج فيه الزربيه ولا البطانيه، تيعيطوا لها البطانيه ولا البطانيه، وباللوان تندخل عند العيالات تما في الباديه اللي تيكونوا تينجوا، وتيعطيوني واحد اللعيبه اسميتها المشط، هادشي في العروبيه لان سي لا كومبال العروبيه، انا وخواتاتي وبنات عمي، وهذا كاع اللي جينا زعما حنا من المدينه، تنضربوا بالمشط حيت تيديروا واحد السليته في المنجج، تنضربوا بالمشط وتنبغيو نديروا هذيك اللعيبه اللي بحال الحنه ديال، هي علامه في ديال الملتيبليكاسيون. دونك هذيك كانت تعجبني انايا، تعجبني نديرها، وكنت دائما عندي حتى في الكتوبه ديالي ملي كنت نمشي للمدرسه، كنت عند الاستاذه ديال العربيه دائما تلقاني ترسمها، وكانت تعاقبني، يعني ما كانتش تخليني تقول لي كتبي التاريخ والجغرافيا، كتبي المحفوظات، كتبي هذه، ما تبقيش ديري لي علامات فيه، راه ديال الحنه. دونك جي ادوري داك الشيء، علاش دابا جات الوقيته يمكن اللي تيخصني نخرج هذاك الشيء اللي عندي في الداخل ديالي ديال الالوان. تعجبني نخدم بصباغه اكريليك، ترتاح فيها مزيانه، ماشي مضره. تعجبني نصبغ لابستخي على العود، على لاطوال، على الحيط، على اي حاجه نقدر نصبغها وتنضربها، ومن بعد تنشوف شنو غتعطيني.
ومن بعد تنبدا نخرج دي فيغور ولا بعض المرات نخليها هكاك تنرسم فوقها طابي ولا ديك لابستري. وهذا الشيء اللي عطى الله طاحت لي فكره ديال 15 طابلو خصني نديرهم في ظرف جوج سيمانات حتى لثلاثه، كانت تسحب لي سهله لابستري وصافي. دونك في ظرف ثلاثه ديال السيمانات بالضبط بدي بوز ديال 20 مينوت حتى 30 مينوت في النهار خرجت 11 طابلو وثلاثه مازال ما كملوا. وفكرت ندير واحد ليكسبو معرض صغير في الدار عندي كتجربه، عطيتو لو نو ديال لوبجيكتيف اتوت لي فام اللي عندها واحد لوبجيكتيف في حياتها تخصها ديرو تمشي ديرو وتجرب حدها. اي انا عطيت هذاك لو نو ديال لوبجيكتيف بغيت نشوف شنو غنعطي فلاغ وتاثرت بزاف. واحد خالي اللي الله يرحمه مصطفى كان عندي عزيز بزاف اوف تاثرت به بزاف والاستاذ ديالي حسن السنوسي حتى هو عطاني وعندي حتى خالي حمد اونتر بارونتيز بزيز حتى هو راه تيرسم، يعني عائله كلهم تيتسطاو على الالوان وعلى الصباغه بحكم الصغر في لا كومبان. كنا تنشوفوا العائله اللي تتصبغ الصوفه، كانت جدات امي حتى هي تتصبغ الصوفه وكانت تتصوب واحد التوب تيعيطوا ليه سوسدي حتى هي الله يرحمها. ومتاثرين هكا احنا واحد العائله اللي مهورين وتعجبنا الفن. تنهضر بالضبط هاد لوبجيكتيف على لا فام اون جينيرال، على لا فام اكزاكتومون. لا فام نوضي تحركي ولا نوضي تقعدي، تقعد ما تبقي دايره لا سياست النهار كامل ولا تتخربقي. نوضي لا عندك شي هوايه لا عندك شي موهبه خرجيها وما تحشميش ما تحشميش، وراه كاين اللي غيساعدك واللي غادي يكون في جنبك واللي غيتضامن معاك واللي لا ما عرفتيش راه كاين الناس اللي غتوريك. والمسيره راه غدا وخلاها ركراك يسير بلا ما تخافي وبلا ما تخاف انت الراجل.